اهلا بكم من جديد وفقره نبض ميتوبا. في اخبار نبض ميتوبا، وزي ما نوهنا في الانترو، نجح مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور في تجديد التعاقد مع مصطفى كيجو لاعب الفريق الاول لكره السله بالقلعه البيضاء لعقد يمتد لمده 3 مواسم قادمه. وقع اللاعب رسميا على عقود التجديد للزمالك بعد الاتفاق على كافه التفاصيل مع احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره والمشرف العام على العاب الصالات. وبيحرص مجلس الاداره، كشف الكابتن محمد حلمي رئيس قطاعات الكره بنادي الزمالك عن بدء اختبارات الناشئين الجدد داخل المحافظات بدايه من الجمعه المقبل الموافق 10 يونيو. واكد حلمي ان مجلس اداره النادي برئاسه المستشار مرتضى منصور كلف الكابتن طارق يحيى بتولي الإشراف العام على الاختبارات. من جانبه أوضح كابتن طارق يحيى آلية التنفيذ بالنسبة لمن يرغب في إجراء الاختبارات بمحافظته بالحضور أولا إلى نادي الزمالك عبر بوابة 6 لعقد اجتماع معه لمتابعة توافر الشروط التي وضعت من قبل النادي.